خوتي هذا هو المطلوع ديالنا كيف كتشوفوا، مطلوع اللي صحي بصح طار رائع. مطلوع ديال القمح بحال هكا كيجي، كيجي زوين. وها نتوما راه مدلوك وطريقه زوينه وسهله وخاوي من الداخل. ها نتوما شوفوا، ها نتوما راه خاوي من الداخل لانني انا شاده التليفون بريد. ها نتوما شتو رخاوي من الداخل يعني من فوق. ها نتوما شتو، نتمنى انكم تجربوه، وراه شي حاجه اللي صحيه وزوينه. نتمنى انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير وتشوفوا الطريقه ديال هذا البطبوط الرائع. وكنشكركم كثير على المشاهده، وان شاء الله الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم، مساء النور، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وبصحه جيده. ومرحبا بكم عندنا في هذا النهار، مرحبا بكم. اليوم حبينا نشاركوا معكم واحد الخبيز او المطلوع، او المطلوع ديال المقله بالدقيق ديال القمح بنخالته، يعني دقيق القمح اللي كيكون هكا بنخالته بالنخاله ديالو بحال هكا، كيكون كامل ما فيش دقيق الابيض، يعني ما كاينش فيه هذا الدقيق الابيض. كديروا دقيق القمح بنخالته، وتقدروا تزيدوا فيه حتى دقيق ديال الشعير، تزيدوا فيه حتى دقيق الشعير. انا كنخلط هذا الدقيق القمح مع زلافه نتاع دقيق ديال الشعير، وكنعجن هذا المطلعه. دابا انا ما دايرش فيه دقيق الشعير، ما بقاش عندي، غندير غير دقيق ديال القمح بنخالته، ما فيش الحس ديال دقيق الابيض، باش شويه نحتفظوا على مصيرناتنا وناكلوا شي حاجه اللي صحيه. المهم هاد الطلعات بغيت نشاركهم معكم، بغيت نديرهم لوليداتي، وحبيت نشاركهم مع خوتي اللي كاين الناس اللي كيشوفوني في هاد القناه. وصافي طريقه سهله وبسيطه، ما فيها شي حاجه شي تكاليف ولا شي حاجه، فقط انا هنا نص كيلو ديال دقيق القمح بنخالته. بغيتو تجيبوا النخاله كتباع بوحدها، بغيتو تجيبوه بحال هكا مخلط راه كيطحن في الماكينه. ها نتوما شوفوا، ها نتوما ها هو نقي وغزال، فيه القمح دقيقه القمح عادي وفيه النخاله ديالو. ها نتوما شوفوا كي داير. غادي نزيدو معاها دقيق القمح، غنزيدو فيه شويه ديال الزعتر، زعتر او الزعتر كندير ليها غير بيديه هكا. ها نتوما كندير ليها غير بيديه هكا، وممكن تخلطوا ما بين الزعتر والزعتر اللي كيكون بجوجهم. ها نتوما غنحكو غير بيديه، غنحكها غير بيديه. ها نتوما شوفوا كندير فيها شويه الزعتر، كنضيف الخميره، الا عندكم الخميره البلديه ممكن تعجنوا بها هاد الخليط، هاد العجينه. هادو غير مبطبوطات ديال المقله. ندير شويه الملحه، وندير شويه ديال حبه البركه، شويه ماشي بزاف، حبه البركه. شتو شحال درت؟ هانتوما هانتوما غير شويه ماشي بزاف، درت غير شويه حبه البركه ماشي بزاف. غادي نضيف واحد معلقه ديال زيت العود، معلقه ديال زيت العود او الزيت الروميه اللي موجود عندكم، من الاحسن تضيفوا زيت العود. معلقه في هذه العجينه، ما الصراحه ما حطيتهاش انايا، ماشي، معلقه وحده صغيره ديال زيت العود هكا. وصافي كنعجنوا العجينه بالماء سخون، كنعجنوا العجينه بالماء سخون. صافي العجينه كلشي كيعرف اشنو كيدير فيها دغيا كت هانتوما. كنديرو قياس ديال الماء وكنبقاو كنعجنو العجينه. هاد القمح تيكون زوين خوتي،
هو كيبغي شويه الماء، واخا تعجنيه جاري خليه حتى يشرب، شفتو؟ واخا تعجنوه جاري خليه حتى يشرب، راه هو كيشرب دقيق القمح، راه كيشرب دغيا دغيا. هانتوما ما كيحتاجش للدلك، ما تيحتاجش للدليك، هانتوما راه كنعجن غير بعجين غير بيد وحده، هانتوما ما كيحتاجش للدلك خالص. هاد العجينه ديال سميتو الدقيق ديال القمح ما كيحتاجش للدليك، والله ما كيحتاج للدليك. كتجمعوه بحال هكا، كتغطوه في ميكو وتمشي تستراح. واخا تكثروا فيه الماء ما تخافوش منه. نعجنوه هكا، نعجنوا هاد المطيلعات ديال القمح مع هذاك الزعتر اللي درنا فيها وحبه البركه، شي حاجه اللي صحيه، ماشي شي حاجه اللي صحيه خوتي. ها شفتوها؟ ها نتوما هو كتعجنوا في هاد القصريه ديال الطين اللي كتكون من التقاليد المغربيه. ها نتوما وغادي نكرسها بالنخاله ملي ترتاح ليا، ترتاح ليا العجينه نكرسها بالنخاله، او نكرسها بالتشيشه الا كنت غادي نديها للفران، ولا غنطيبها في الفرن، في الفرن ديال الغاز نكرسها بالتشيشه ديال الشعير. انا غادي نكرسها دروكا بالنخاله، غادي نحاول نخلي العجينه جاريه ونخليها حتى ترتاح ليا، عاد غادي نكرس هذوك المطيلعات، وان شاء الله تشوفهم كيف جرى، ما فيها لا سكر لا والو، ما غاديش ندير فيها لا سكر لا والو، غنخلي العجينه طبيعيه. وشي حاجه اللي طبيعيه، دقيق القمح اللي كيكون طبيعي ما فيهش بنخاله ديالو. ها نتوما نطول عليكم، دابا غادي نخليها ترتاح ليا، نخليها ترتاح ليا على خاطر هاد العجينه. هانتوما شفتوني ما دلكتها، غير هكا جمعتها، نخليها حتى ترتاح باش يطلق فيها داك الزعتر وهاديك اسميتها حبه البركه، ويطلق فيها كاع هذوك العناصر ديالها. من بعد غادي نجي باش نقرصها ونخليها تاني تتخمر ليا، عاد نرجع باش نطيبها. يلاه بالسلامه عليكم، تلاقاو ما تمشيو فين. عدنا خواتنا خوتنا خواتاتنا، عدنا معاكم، عدنا والعود احمد. هانتوما شوفوا من بعد ما ارتحت العجينه درت ليها بحال هكا، هانتوما شوفوا شحال عطاتني في نص كيلو ديال الدقيق ديال القمح. هانتوما عطاتني هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة القطع اللي عطاتني ديال الخبيزات. ممكن هادو تقرصوهم وديروهم في الفران، فران تقرصهم بالتشيشه، او ممكن تقرصهم بالنخاله. انا غادي نقرص بالنخاله، هذه النخاله اللي كاينه في الخبيزات، غادي نقرصها بهاد النخاله. كتباع بوحدها، كتباع بالكيلو هكا، نخاله بالكيلو كتقرصوا بها هاد النخاله، ممكن تصاوبوا بها حتى الحلوه كتجي زوينه. انا خليت العجينه حتى ارتحت ليا غير شويه ماشي بزاف، لان العجينه انا هذه ديال القمح خليتها مطلوقه، ما درتهاش قاصحه. غادي نكرس ونديها تخمر ليا، غادي نكحس شويه العجين، نحيد العجينه باش نكرس، وغادي نضيف شويه ديال النخاله، وغادي نكرس العجينه ونخليها تخمر ليا، تخليها ترتاح ليا. هانتوما شوفوا داك الزعتر وداك السمنه، ما نكرسوهاش رقيقه بحال هكا، نكرسها غير خبيزات صغيورين، مطيلعات صغيورين، ونخليهم يرتاحوا ليا. جبت ثانيه باش نديرهم غير صغيورين هكا مطيلعات، ونمشي نديهم يخمروا ليا. هانتوما شفتو راه درت فيهم هانتوما شوف، هذا راه الزعتر وسميتو زرعت الكتان، شي زرعت الكتان هي مال سينا، حبه البركه والزعتر، وشوف معلقه ديال زيت العود صافي، والخميره والملح، هادشي اللي كنديرو وكنقرصو.
لو حبيتو تزيدو حبة البركة ممكن تزيدو زريعة الكتان، لو حبيتو تزيدو زريعة الكتان ممكن تزيدوها، ولكن كل شيء بالقياس، كل شيء بالعبار. هانتوما راه صحيين شي حاجة اللي رائعة رائعة. خليهم يخدمو ليا ونمشي نسخن الطاسة أو المقلة. هانتوما نكملو دكراس. كتعرفوا دابا بينا راه شتو العجينه راه مرخيه، العجينه راه كتلصق الا ما درتوش هكا، الا ما درتوش النخاله باش تكرسوا ممكن تلصق لكم العجينه. دائما كتضيفوا النخال، هادشي اللي كاين. غادي نكرسوا الخبز كامل ونكرسوه ونغطيوه باش يخمر لينا، نغطيوه باش يخمر لينا ونرجعوا باش نطيبوا. هادشي اللي كاين، نتمنى انها تعجبكم الطريقه وطرقكم طريقه سهله ما فيهاش حتى شي صعوبات، وشي حاجه اللي غادي تاكلوها وغادي تفكروا بها، شي ما تضرها، شي حاجه اللي صحيه، شي حاجه اللي من الفلاحه المغربيه. كي قلت لي قمح راه من الفلاحه، هذا منتوج مغربي 100% مغربي. شي حاجه اللي صحيه، ولا كلوها وليداتكم تتعرفوا شنو كلو. خبز الزنقه كيكون فيه السكر، كنصحكم ما تاكلوش خبز الزنقه. خبز الزنقه الا كنتي مضطره تاكليه مره، ولكن هذا كتعرفي شنو درتي فيه وما فيهش سكر. الاهم هو ما فيهش سكر وما فيهش حتى شي مواد اللي حافظه، وعجنتي بيديك لوليداتك كيف ما جا. المهم راه انت اللي صاوبتي. المهم غادي نكرس هذا الخبز، هذا المطلوع نمشي نديه يخمر ليا تقريبا. التخمير ديالو ما بين تقريبا ما تيكملش ربع ساعه، دغيا دغيا كيخمر. ما غير غطيه مزيان، مع دابا تيكون بارد الحال دغيا. واخا كتغطيه مزيان راه كيخمر لك صافي. غادي نطيبوه في المقله ان شاء الله. خوتي هذا هو الخبيزات ديال القمح، درنا مقله وكنطيبو فيها. هانتوما ها هي كنطيبو فيها المطيلعات ديالنا، خليناهم حتى خمروا عاد كنطيبوهم بحال هكا. كنبقاو كنقلبو فيهم. هانتوما شوفوا شويه راه كتحمر، كنبقاو كنحمروا فيهم حتى كيطيب لينا هذا المطلوع. راه هذا المطلوع صحي، ولا طيبتوه راه ما غاديش تندموا عليه، كيجي بحال هكا. انا طيبته وحيده، هانتوما ها هي هكا طيبته انا وحيده، كيجي بحال هكا. راه كيتنفخ، راه ماشي ما كيتنفخش، كيتنفخ كيجي رائع اخوتي، كيجي غزال. والله ما شهيته لكم، الا درتو اخوتي ما غاديش تندموا عليه، والله ما غادي تندموا عليه. شي حاجه اللي توب، شي حاجه اللي توب 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 توب. خبيز صحي وغزال. ملي غادي نكمل الطياب غادي نوريه لكم كيف جا. راه منفوخ، راه كيتنفخ. هانتوما كيتنفخ اخوتي، كيجي زوين تبارك الله. وشي حاجه اللي صحيه، شي حاجه اللي صحيه تبارك الله. تاكلوه نتوما عينيكم مغمضين، والله اخوتي تاكلوه نتوما عينيكم مغمضين. هذا الخبيز شي حاجه اللي رائعه تبارك الله. دقيق القمح ودقيق الشعير كيجي رائع. انا ما درتش دقيق الشعير، درت غير الدقيق ديال القمح، لكن الا زدتو دقيق ديال الشعير، كاس ديال دقيق الشعير، كيجي تاني ولا اروع. يلا ملي نكملوا الطياب نوريه لكم في طبق التقديم كيف جا.